شكيتوني انا حال لا ها هو يجي ما عندي شكي بناء على التقرير ديال اللجنه التقنيه اللي كانت فيها قسم التعمير ديال الجماعه وديال الولايه والمختبر العمومي بي دي جو، قررت هذه اللجنه هذه على ان البنايات هذه اللي كتشوفوا الان حنا كنقوموا بالهدم ديالها انها آية السقوط وتشكل خطر على المستغلين ديك المحلات هذه وعلى المره اللي كيمروا داخل السوق. لهذا تم اتفاق مع التجار المعنيين بهذه المحلات هذه على اساس ان تم الهدم ديال المحلات هذه، وان شاء الله على اساس انهم سيتم بناء المحل التجاري ديالهم. وهذا الشيء هذا تم الحمد لله بالتراضي مع الاخوان وبالتنسيق مع مصالح الولايه ومصالح الجماعه. كل هذا الشيء هذا نتيجه الحريق اللي شب يوم الاحد المصارم في سوق كاسبراتا، واللي تسبب هذا الحريق هذا في هذه المجموعه ديال البنايات اللي كانوا وراء ديك السوق ديال البراريك اللي كان فيهم ديك الاشياء المستعمله. نحن متاسفين كجماعه، متاسفين ان نقوم بقرار ديال الهدم، ولكن الواقع هو هذا وانا مضطرين ان نقوم بالقرار ديال الهدم، لان هذا الشيء كيهدد السلامه ديال المستغلين ديال المحلات وقلنا كيهدد السلامه ديال المواطنين. ولكن الامنيه ديالي بعد هذه الاربع ايام وانا مرابط مع الاخوه التجار في السوق ديال كاسبراتا، اننا كنشوفوا بان المستقبل هو انه كيخص يكون في اعاده هيكله ديال سوق كاسبراتا باش يكون في حلول جديده. وان شاء الله حنا في تنسيق مع رابطه التجار 11 رابطه ديال التجار ديال كاسبراتا ومع التجار بانفسهم على اساس ان شاء الله غنمشيو نقدموا خاتمه الامام باش يكون ان شاء الله اعاده الهيكله بالتراضي مع الجميع، ويكون عندنا سوق كاسبراتا سوق نموذجي في مستوى حديث، ويكونوا التجار كيتمتعوا في المحلات ديالهم بالسلامه الامنيه ديالهم وفي السلامه ديال المواطنين ديالهم، وباش نحاولوا نخرجوا من هذه العشوائيه هذه كامله. وان شاء الله انا ما نكذبش على الله ان جيت سعيد اننا في هذه الاربع ايام نجلس معكم، حسيت بكم صراحه، حسيت بواحد مجموعه التجار بالمعاناه ديالهم، وحتى المستخدمين مع التجار، فعلا المستخدمين التجار حتى هما كيعانوا كيقول لك فعلا حنا شنو المصير ديالنا بعد اعاده الهيكله باش يكون المصير ديالنا. ان شاء الله حنا غندخلوا في حوار مع سلطه الولايه مع المجلس، ونحاول ان شاء الله نجيبوا الحلول اللي غتكون مرضيه، ونحاول ان شاء الله باش يكون المستقبل لهاد التجار ديال كاسبراتا مستقبل زاهر وواعد، ونطلب الله يوفقنا جميعا. وبهذه المناسبه كنشكر الاخوه التجار المتضررين، اللي فعلا انا متاسف، انا جد متاسف، انا جد متاسف لشنو وقع، ولكن الواقع كيفرض علينا كمجلس ان نقوم بقرار ديال الهدم. ولكن كما وعدناهم وكما وعد السيد العمده والسيد الوالي كما اتفقوا معي كرئيس المجلس على اساس انهم يرجعوا المحل التجاري ديالهم ان شاء الله، ويدنا عندكم مع يدهم ان شاء الله، وانا شخصيا غنكون معهم في البناء يدي مع يدهم تيبنوا المحل التجاري ديالهم ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم تعامل معايا حاجه مزيانه، قال غادي يعملونا على حسب الفوقي، غادي يردوا هذاك الشيء بحال اللي كان، هذا الفوقي لا خاص الكراج ديال العامه فقط اللي تعامل معنا، قال اقسم بالله ما غدا يمكن بعضهم الله اعلم، دابا هما كيهدموا حنا ماشي معاهم. القرار ديال هذا انتم راضيين عليه؟ راضيين عليه، لا راضيين عليه، لا راضيين عليه، غادي يبنيو لا غادي. المهم حاجه مشكله، انا ديال السكنه باقي ما معايا والو، هي ولادي باقيين عاد الله برا، باقيين ساكن عند بنتي. كيعطيكم الوقت باش تقدروا تبنوا؟ هما كيقولوا يمكن شهر ولا 20 يمشوا سويرتي. المهم ديك الساعه هما كيهدموا دابا، دابا باقي ما عارفينش شنو هذا معناه. هو قال لك المهم هما معنا، قال انا تردوا داك الشيء بحال اللي كان. واش يقولوا لنا بلي ما كاين تعويضات، ولكن في حالات راهما جازوا حارق في حارق في حارق، راه سيت مع هاد الحروقات لقيت حرق وكنحضروا عليهم ما كاين والو،
في اللوزه بيداتو فين هذه كنحسبوها ما كايناش يعني كتبوها ارض اخرى حق هذه عندهم الوثائق ديالهم عندهم مسائل نمره فلان ونمره فلان كذا كذا اي واحد عنده النمره ديالو فهمتي وهذوك التعويض كيقول لهم في حاله حنا نعدلوا لكم حنا انتم كتسمعوا دابا حاليا سمعتوا اخويا كيقولوا بلي انا غيصاوبوا لهم في اقرب وقت شنو اقرب وقت العلم لله يطيحوا او ما طيحوا للهدف ديالهم حق الهدف ديالنا نعم بالله باقي عاد غنشوفوه ان شاء الله.